إن شاء الله راح نتكلم عن البواسير بشكل عام في الدرس الرابع للبواسير. البواسير عبارة عن انتفاخات مؤلمة في الأوردة الموجودة بأجزاء بأجزاء السفلى من المستقيم أو فتحة الشرج، وتنشأ البواسير نتيجة لتجمع الدم بطريقة غير طبيعية وغير معتادة في أوردة في أوردة منطقة الشرج، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم داخلها، وبالتالي لا تتحمل جدران الأوعية الوريدية ذلك الحال وذاك الضغط، وتبدأ أيضا بالتمدد والانتفاخ، والأمر الذي يجعلها مؤلمة وخاصة عند الجلوس. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وهذا بسيط، هذا تعريف بسيط جدا عن البواسير. وإن شاء الله في الدرس القادم راح نتكلم عن الأعراض.